يعطيكم العافية يا خامس. اليوم يا مس عنا مراجعة مادة الامتحان. طيب نبدأ بالسؤال الأول. عنا convert the improper fraction into the mixed number. بدنا نحول يا مس الفراكشن لميكست نمبر، فبدنا نعمل عملية القسمة. نجي بنقسم الفور بنضعها في الداخل والثري نضعها في الخارج. هلأ هون يا مس بدنا نحكي بدي عدد أضرب بالثري يعطيني فور، ما في، ولكن في ون ملتبلاينج باي ثري بيعطينا ثري، وبنعمل سبتراكت بينتج عنا ون. الون أقل من الثري فبالتالي تتوقف عملية القسمة. الآن لحتى أكتب هذا الفراكشن بهذا بهذه الصورة باجي يا مس بحكي الناتج، بنعمل إشارة القسمة، هون بنكتب الباقي وهون بنكتب المقسوم عليه. فأخذنا يا مس الناتج وين كتبناه؟ هون، وأخذنا الباقي وكتبناه هنا في البسط الخاص في الكسر، أما المقسوم عليه فكتب في المقام. وهيك بنكون حولنا هذا الفراكشن إلى ميكسد نمبر. ونفس الشيء يا مس حصل بالنسبة للخمسة على اتنين، الفايف على تو. جينا وعملنا عملية القسمة، كتبنا هون الفايف وهون التو، حكينا بدنا عدد أضربه بالتو يعطيني فايف، في عنا تو ملتبلاينج باي تو بيعطينا فور، عدد قريب. بنطرح بيعطينا ون، الون أقل من التو، إذن هنا تتوقف عمليات القسمة. هلأ يا مس بدنا نكتب هذا الفراكشن بصورة ميكست نمبر. بيجينا أخذنا الناتج وكتبناه هون وعملنا إشارة الكسر. مين بدنا نكتبه في البسط؟ الباقي. اللي بدنا نكتبه بالمقام؟ المقسوم عليه، فطلع عنا 2 و1 على 2. الآن يا أبطال السؤال عندي هون بحكي لي order the mixed numbers. بدنا نرتب يا مس هاي mixed numbers from least to greatest، تمام يا أبطال؟ فهون يا مس بدنا ننتبه بالبداية على العدد الكلي الموجود هون، يعني هون عنا 1 وهون عندي 1 وهون عندي 2 وهون عندي 2. هلأ بداية يا أبطال أنا رتبتهم للأعداد، فأكيد طبعا إنه أصغر إشي عندي هو ال 1 وال 1 على 6، ومن ثم من بيجي عندي ال 8 على 6، وبعديها يا أبطال بيجي عندي ال 1 وال 1 على 2، والأكبر منهم شوي بيجي ال 10 على 6، والأكبر منهم قليلا هو الوان والخمسة أو الفايف على 6، وبعد هيك يا مس بيجي عندي التو، الأكبر من التو أكيد هو التو والوان على 6. إذا رتبنا يا مس الميكس نمبر من least to greatest، وأنا بحب أحكي لكم إنه هذا السؤال مهم ركزوا عليه، تمام يا أبطال؟ شو عملنا؟ قعدنا يا مس إنه نرتبهم من الأصغر إلى الأكبر، ولكن بدي أذكركم بشغلة يا أبطال، وهو إنه لما بدي أجي أرتب أنا رتبتهم بسرعة لأني بعرف إنه شو قيمة ال 10 على 6، بعرف شو قيمة ال 8 على 6، ولكن انتو يا أبطال لازم شو تعملوا؟ لازم تاخذوا ال 8 على 6 وتحولوها لميكست نمبر، وال 10 على 6 كمان تحولوها للميكست نمبر. رح أفرجيكم الآن كيف تحولوهم. باجي يا أبطال وبعمل عملية قسمة، فبحكي ال 8 على 6 كم بتساوي؟ باجي بقسم، باجي باخد 1 multiplying by 6 بيعطيني 6، بنعمل subtract بينتج عندي هون 2، ال 2 أقل من ال 6 إذا توقفت عملية القسمة. إذا بنيجي بنحكي ال 8 على 6 equal 1 اللي هو الناتج، نعمل إشارة القسمة، نكتب في البسط الباقي وال 6 في المقسوم عليه. إذا شو الأكبر من ال 1 وال 1 على 6؟ ال 1 و 2 على 6. لما يكون عندي هنا واحد وهنا واحد والمقام نفسه بصير أقارن الواحد مع التنين، التنين أكبر من الواحد، إذا هذا الميكس نمبر بيجي بعد هذا مباشرة. فشوفوا وين كتبنا 8 على 6. الآن يا مس بعد 8 على 6 بيجي عندي الواحد والواحد على 2، ماشي أبطال؟ وبعد الواحد والواحد على 2 شو بيجي عنا؟ العشر على 6. لحتى أثبت لكم إنه العشر على 6 أكبر من الواحد والواحد على 2 أنا بدي أحولها لميكست نمبر. فبدي أجي أحكي يا مس العشرة تقسيم 6 هي نفسها طبعا 10 على 6، 1 multiplying by 6 نعمل سبتراك بينتج عندي 4، الأربعة أقل من 6 إذا نتوقف عن عملية القسمة.
فباجي بحكي شو بتساوي 1 الناتج هون، بنعمل إشارة القسمة، بنكتب الأربعة بالبسط والستة في المقام، صح يا مس؟ الوان وأربعة على 6 أكبر من الوان والوان على 2. الوان والوان على 2 أصلا هون المقام 2، بدي اياكم تنتبهوا صح؟ عشان يصير 6 وأقدر أقارن بيناتهم بدي أضرب البسط بثلاث والمقام بثلاث، يعني أنا عم بخلي الشكل نفسه، فهمتوا كيف؟ 1 و1 على 2 ضرب 3 ضرب 3، بضرب البسط والمقام، هذا العدد الكلي اوعك تضربه، ضله مثل ما هو 3 على 6. أنا عم بعمل هيك لحتى أفرجيكم أي الأعداد هو الأصغر. اتفقنا انه اصغر اشي الواحد والواحد على 6، بعدين شو بيجي؟ الواحد والتنين على 6 لانه البسط صار يعني بيكبر. بعدين مين اجا؟ الواحد واحد على 2 اللي هي شو نفسها؟ 1 و3 على 6، شايفين كيف البسط عم يكبر؟ وبعدين اجا 10 على 6 اللي هي نفسها 1 و4 على 6، ومن ثم 1 و5 على 6، وبعدين 2، وبعدين اكبر اشي 2 و1 على 6. بذكر هذا السؤال مهم. الآن يا أبطال تعالوا نشوف هذا السؤال. هذا السؤال بيحكي لي convert the fraction into percentage، طيب بدنا نحول إلى نسبة مئوية. الآن يا أبطال عندنا هون 15 على 25، أيضا هاي الأسئلة كلها مهمة، بدي أحولها إلى نسبة مئوية. لحتى أحولها إلى نسبة مئوية بدي أعمل قسمة طويلة، فبدي أعمل هلأ قسمة طويلة، بدي أكتب هون 15 هون 25. الآن يا مس طبعاً هو في اختصار بيناتهم بس مش مشكلة. هلأ يا أبطال بدي أدور على عدد، لو ضربت بال 25 يعطيني 15، في ما في، بنحط هون 0 point وبنحط هون 0. تعالوا ناخد عدد يعطيني اشي قريب على ال 150. شو ناخد يا ميس؟ تعالوا ناخد 6 كتجربة. نجي بنحكي 6 multiplying by 5 يعطينا 13، هاي 0 هون و 3 هون. 6 multiplying by 2 شو رح يعطينا؟ 12. وال 3 شو بيعطينا؟ 15. نعمل subtract، إذا أعطانا شو؟ 0، صح يا مس؟ الآن يا مس شو طلع معنا الناتج؟ 0.6. إذا ال 15 على 25 بتساوي 0.6. تعالوا نكتبها صورة كسر، فبصير 6 على 10. الآن أنا المقام لازم يكون 100، فبضرب هنا ضرب 10 وهنا ضرب 10، شو بتساوي؟ 100 على 16. بناخد البسط مثل ما هو وبنحط له رمز النسبة المئوية. الآن يا مس هون عنا 11 على 17، أيضا رح نيجي ونعمل القسمة الطويلة. بداية بدي عدد أضرب بال 17 يعطيني 11، شو في عندي؟ تعالوا ناخد 6 multiplying by 7 بيعطينا شو يا أبطال؟ طبعا هو ما في، I'm sorry بدنا نحط 0 point، نحط هون 0، I'm sorry أنا عم بمشي بسرعة، وآخذ 6 multiplying by 7 شو عم يعطينا؟ 42، 42 صح، حط هون 2 وهون 4. 6 multiplying by 1 شو رح يعطينا؟ 6 زائد 4 رح يعطينا 10. تمام يا أبطال؟ هلأ بنجي بنعمل subtract، الزيرو ما بصير آخذ منها 2، هاي بتصير 10، هاي بتصير 0. الزيرو ناقص 2 رح تعطيني 8 صح؟ هل ال 8 أقل من ال 17؟ بنجي بنحكي يس. إذا هنا تتوقف عملية القسمة، ولا بس إحنا يعني إذا بدنا نقسم فينا إنه نقسم أكتر، لأنه أنا هيك ما في إنه أكتبها على صورة نسبة مئوية. يعني لو بدي أكتب هذا الفراكشن بصورة ميكس نمبر بوقف، بس أنا رح أكمل. ليش؟ لأنه أنا هيك ما بقدر إني أكتبها بصورة نسبة مئوية. أنا عشان أكتب على صورة نسبة مئوية لازم أوصل للصفر، فهون رح أضيف لها 0. لما بضيف هون فوق فاصلة عشرية بقدر إني أضيف هون أصفار. بحكي هل في عدد أضربه بال 17 يعطيني 18؟ فعليا لا، بس في إشي بعطيني ناتج قريب اللي هو الفور.
4 multiplying by 7 شو بيعطيني 28، فبنحط هون ال 8 وبنحط هون ال 2. 4 multiplying by 1 بيعطيني 4، زيدي عليهم 2 شو بيعطيني 6. 68. تعالوا هلا نطرح هاي مس الزيرو رح يصير 10 عفوا، وهاي ال 8 رح يصير 7. هلا يا مس 10 شيل منها 8 بضل عندي 2، 7 شيل منها 6 بضل عندي 1. هل في عدد اضرب ال 17 يعطيني 12؟ لا، لانه هون في فاصله عشريه بقدر اني هون اضيف صفر. تمام يا ابطال؟ الآن يا مس باجي بقول هل في عدد أضرب ال 17 يعطيني 120؟ أنا بعرف إنه هاي الطريقة أنتوا ما بتعرفوها، وأنا مش منزماكم بهاي الطريقة، أنا بس بهمني هاي المرحلة، هاي المرحلة اللي بتهمني. ماشي يا مس؟ بس الآن يا مس بدي آخذ عدد اللي هو 7 multiplying by 7 شو بيعطيني 49. نحط هنا 9 هون 1. هلا 7 multiplying by 1 بيعطيني 7 زائد 1 شو بيعطيني؟ بيعطيني 8. طبعا يا مس انا ما بدي اكملها مش لشي، بس لانه انا ما بدي اصلا الزمكم بهاي القسمة، انا رح اعطيكم اياها بالديسيمال وانتو تحولوها لبرسنتج، فانا بدي اعطيكم اياها على اساس بانه هي تساوي، لانه هو اصلا مش هيك، هو بيطلع اشي دوري، يعني مرحلة انتو لسه ما اخدتوها. 0.647 بدي افترض انه ناتج القسمة هيك بيطلع. تمام، مثلا هذا السؤال موجود بالكتاب وهيك موجود الحل اللي هم حابين يعتمدوا لكم اياه. الآن يا مس هذا العدد تعالوا نكتبه بصورة كسر، فباجي بحكي 647 على 1000، هون عندي صفر زيادة، فبدي أقسم على 10، أقسم على 10، هذا الصفر راح مع هذا الصفر صح؟ فشو بده يصير عندي؟ معلش بدي أكتب هون، بده يصير عندي 64.7، كونه أنا قسمت على 10 بروح بعد عدد واحد وبحط هون الفاصلة، بحط الفاصلة بعد عدد واحد، هاي عدد واحد، هاي 7 عدد واحد بحط الفاصلة. تمام يا أبطال؟ لما بدي أحط الفاصلة بعد من اليمين، لما بدي أحط الفاصلة بعد من اليمين، قسمت على 10 بدي أحط الفاصلة هون بعد من اليمين، عدد واحد بحط الفاصلة هون، شفتوا وين أجت؟ على 100. المقام 100، نعم باخذ البسط كما هو، بحط له رمز النسبة المئوية وبرجع بعيد. انتم مش مطالبين بعملية القسمة، انا بدي اشطبها مثل القسمة زي كأنها مش موجودة، مش مطالبين بعملية القسمة، انا بكون كتب لكم الجواب بالديسيمال بجانب الفراكشن. تمام يا ابطال؟ الان يا مس عندي هون عددين بدي اجمعهم، بدي اجمع احد مع احد، عشرات مع عشرات، ومئات مع مئات. تعالوا نرتبهم. الاثنين زائد 8 بده يعطيني 10، 0 و1 بليان. 9 زائد 0، 9 و1، 10، 0 و1 بليان. 5 زائد 3، 8 و1، 9. والواحد هاي ما في ولا اشي امامها، بتنزل مثل ما هي. كم بطلع يا مس ناتج الجمع؟ 1900. 1900. الآن يا أبطال في عنا هذا السؤال، وفي عندي 7 مربعات، وهاي المربعات في منها 4 ملونة و3 غير ملونة. رح أطلب منك أنك تعبر عن عدد المربعات ملونة بفراكشن، فشو رح تعملي أو رح تعمل؟ رح تجي بتعمل إشارة الكسر وتحكي لي يا مس كم مربع ملونة عندي؟ 1 2 3 4، فبنكتب هنا 4. وكم عدد المربعات الكلي؟ 7. اذا هيك احنا بنكون عبرنا عن عدد المربعات الملونة بفراكشن، هاي الملونة. الان يا مس الغير ملونة بعمل اشارة الكسر،
بروح بشوف كم واحدة غير ملونة 1 2 3 فبكتب هون 3 على عدد المربعات الكلي وهو 7. طيب يا مس بدي نسبة الملون إلى غير الملون، شو بدي أعمل؟ باجي بحكي الملون بيكون في عندي كلمة 2، يعني مثلا ممكن أحكي لك color squares 2 uncolored squares. تمام، شو بتعمل؟ بتجي بتحكي ملون إلى الغير ملون. طبعا أنا هاد شرحته بآخر الفيديو، كتير انتبهوا لآخر الفيديو اللي شرحت فيه الأشكال يا مس، انتبهوا لهم خاصة المثلثات. هلأ الملون كم عددهم؟ 1 2 3 4 اللي هو 4 إلى كم واحدة غير ملونة؟ 1 2 3 فبنكتب هون 3. إذا شو النسبة بتطلع؟ البيرسنت بتطلع يا مس 4 2 3. وهيك يا أبطال طبعا بنكون وصلنا لنهاية حصتنا لهذا اليوم، يعطيكم ألف عافية.